الله معكم وصيام مبهج ومبارك. بيقول بولس الرسول برسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: كل شيء مباح لي، ولكن ليس كل شيء يوافق. كل شيء مباح لي، لأن الرب عندما يخلق الإنسان يخلقه متمتعاً بالصورة المطبوعة فيه التي هي صورة الله، خلقنا على صورته، وجزء من هوية الله إذا جاز لنا التعبير هي الحرية. فإذا أنا مخلوق لكي أكون حراً ولكي تكون خياراتي ناجية عن حريتي، ولكن بما أنه هذه الحرية موجودة فيي، إذا لم أكن أنا متناغماً مع الله بالصلاة والعلاقة وبالتوبة وبمراجعة الذات، ممكن أن أختار ما هو ليس موافق لي تحت ستار وعنوان الحرية، مثل اللي بيقول مثلاً: أنا حر أن أقتل نفسي، أنا حر أن أعمل الأشياء المضادة لله أو اللا أخلاقية أو التي تضر بالبشر. هذه كمان حرية، لكن هذا إساءة استخدام للحرية. لما بيقلنا سفر التكوين أنه نحن مخلوقين على صورة الله ومثاله، بيقصد أنه نحن مخلوقين على صورة الله، أي مفطورين على الحرية، ولكن بالتدرب الروحي، بالجهاد الروحي، بالممارسة والميراث، نحن مدعوين أن نتصاعد لكي نبلغ إلى المثال. يعني مثلاً أنا هلأ جالس، أنا أستطيع أن أمشي، ولكني هلأ مش عم بمشي، عندي مقدرة المشي لكن لا أستخدمها. فكلنا هكذا عندنا الخيار، ولكن هل نمارسه بشكل صحيح؟ فالمؤمن اللي بيكون بالفعل يريد أن يكون شفافاً، فرحاً، مبهجاً ونافعاً للآخرين، هو الإنسان اللي بيقول: أنا بدي نقي شيء. نحن بصلواتنا نستخدم الطلب التالي، منقول: الصالحات، نطلب من الله الصالحات والموافقات لنفوسنا. فإذاً كل شيء بصح لي، نعم، هل هذا يوافقني؟ يمكن لا، ولكن كما قلنا في الحلقة السابقة، نحن لنعرف يجب أن نميز بين ما هو لخيري وما هو الشيء اللي بيضرني، وهذه الموهبة تأتي من الله. عندي الحرية أن أمارس الموبقات أو السيئات أو الخطايا، نعم حرية فيني أعمل شيء، ولكن هذا يرتد علي، لأن الطعم بيكون كالعلقم، وإن كان طعمه في الأول قد يبدو لذيذاً أو شهياً. فالامتناع هنا هو أيضاً ضرب من ضروب الحرية، وهذا هو بالضبط ما يوافقني. الله معكم.